مساء الخير أعزائي متابعي موقع عمون الإخباري، نحن هنا الآن في حدائق الحسين لننقل لكم فعالية لا للمخدرات التي انطلقت من هنا في تمام الساعة 6 بحضور عدد كبير من الكوادر الأمنية والجمعيات الخيرية وعدد كبير أيضا من الشباب الأردني. تابعونا لتشاهدوا التفاصيل. جهودكم مباركة يا باشا، الله يطول العمر. إدارة السير جزء من إدارات الأمن العام، وإحنا نقف في هذا الموضوع جنبا إلى جنب مع زملائنا في إدارة المخدرات في مكافحة هذه الآفة الخطيرة. دورنا وواجب إدارة السير كان تنظيم العملية المرورية ووصول الإخوان المشاركين بهذه الفعالية إلى حدائق الحسين، وكان يعني وتأمين المواقف والاصطفاف الآمن لهم بما لا يعيق حركة الإخوان المشاركين، وهذا يعني أقل شيء إحنا بنقدمه لمساهمة في إدارة السير مع زملائنا في إدارة المخدرات، متمنيا للمجتمع الأردني يعني السلامة سواء من حوادث السير ومن آفة المخدرات. تأثيرها صار يعني يظهر أول بأول، وكأنه يعني إحنا كنا نقول الأردن بلد ممر مش مقر، لكن إحنا خايفين بالعكس إنه النتيجة تكون هيك، لكن بهمة شبابنا ومهمة أجهزتنا الأمنية إن شاء الله راح نقضي على آفة هذه بالذات بوعي مواطننا، إن شاء الله راح يكون أمورنا أحسن. أتمنى يكون شبابنا واعي منتبه، ما ينجرف تجاه أهواء مش نافعة اللي هي زي المخدرات، لأنه هذه إشي قاتل، وبالتالي هذا بدمر مجتمعنا، وبالتالي مجتمعنا أكيد راح يكون مش أحسن أو راح يكون للأسوأ لا سمح الله.